سي العمراني مرحبا بكم. الو سي العمراني الله يبارك فيك. ما كنسمعش مزيان الا في لاغيجي يقدروا يزيدوا لنا شويه الصوت. دونك سي سليمان العمراني نذكر انتم نائب الامين العام ديال حزب العداله والتنميه، مرحبا بكم في برنامج تيجيني توك. بارك الله فيك. سي العمراني مؤخرا سي عبد الله بن كيران رئيس ولا الامين العام ديال حزب العداله والتنميه، يعني ما خلاش شي فرصه الا وانه كان كيدعو حزب الاصاله والمعاصره باش يحل نفسه. الاصاله والمعاصره ما راضيينش بهاد الخروجات ديال اولا الخرجات عفوا ديال سي عبد الله بن كيران. شنو رايكم انتم؟ كيفاش كتفسروا هاد الخرجات ديال سي بن كيران؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافه الاخ تيجيني. مرحبا. اذا لم يعجب قياده الطام خرجات ما سميتم خرجات الامين العام للعداله والتنميه فهذا شانهم. الذي يجب التاكيد عليه اليوم هو ان الامين العام للعداله والتنميه من باب التوضيح والتدقيق هو طالب هذا الحزب بان يحل نفسه، لانه لا يتصور ولا يمكن لا قانونيا ولا سياسيا ان يحل حزب سياسي الا بقرار قضائي او بقرار ذاتي ارادي. والحال ان هذا الحزب كما يعلم المغاربه حزب نشا في ظروف معينه في سياق معين، يعني ما بالعهد من قدام المغاربه يذكرون ان هذا الحزب على خلاف التاريخ السياسي المغربي، الاحزاب السياسيه تنشا وبينها من التدافعات ما بينها ومن لنقل من الصراعات كاع ان صح التعبير، لكن لم نسمع في التاريخ السياسي المغربي ان حزبا سبب نشاته ووجوده هو لياتي لكي يواجه حزبا اخر قائم. هذا الذي شهده المغاربه صيف 2008 عندما جاء مؤسس حزب الاصاله والمعاصره وقالوا نحن مشروعنا هو مشروع مواجهه العداله والتنميه وغيرها من التفاصيل مرتبطه بهذه الفكره. لا ولكن اسمح لي السي العمراني، السي العمراني، يعني الناس نعم. في المغرب الديمقراطي من حقهم انهم ينشئوا حزب يقول لك لمواجهه حزب اخر او لا ايديولوجيا اخرى، يعني شنو العيب؟ شنو المشكل؟ اذا كنتوا باغيين زعما او ندعيوا بينما نعيشوا في مجتمع ديمقراطي. الاحزاب السياسيه في العالم تنشا من اجل فكره. هذه الفكره او اطروحه قد تكون مناقضة أو مخالفة لأطروحات قائمة في الميدان، ليس في هذا عيب، هذه الديمقراطية وهذا هو التنافس السياسي. لكن أن تختزل أطروحة هذا الحزب لكي يأتي لكي يقوض حزبا قائما ويواجهه، لأنه الخطير في أطروحة هذا الحزب هو ممارسته منذ نشأته، لأنه أتى سنة 2009 سنة انتخابات الجماعية و تسمعوني؟ كنسمعك السي العمراني، تفضل تفضل. سنة 2009 التي شهد فيها المغرب انتخابات جماعية، يعني يذكر المغارب أن هذا الحزب باستقوائه بالذين أسسوه وبالنفوذ الذي كان يملكه. شكون هما هاد الناس؟ نوضح نوضحوا السي العمراني، الاستقواء بمن؟ الذين أسسوه معروف أنا أستاذ. شكون هما؟ وأنا نعرفهم. الناس اللي كيتفرجوا فينا أنتم خصهم يعرفوهم. أنت تعرفهم والمغاربة يعرفونهم. واخا سيدي. المغاربة يعرفونهم ولا حاجة التفسير واضحة من المفضحات. تفضل ماشي مشكلة. فلذلك الذين أتوا وأسسوا هذا الحزب أتوا لمواجهة العدالة والتنمية سنة 2009. طبعا المواجهة كانت في انتخابات جماعية ليس هناك مشكل، لكن الفظيع الذي وقع هو ذلك المشروع الذي حملوه في مواجهة انتخابات رئاسة بعض الجماعات بطريقة فجة غير ديمقراطية وغير ولا يقبلها المنطقة الديمقراطية كما وقع في وجدة وفي الرباط وفي البيضاء وفي مدن أخرى، انطلاقا من أن هذا الحزب هو حزب ما كان يسمى حزب الدولة طبعا، ويستفيد من الدعم الذي كان يعني يستفيد منه في ذلك الوقت. في ذلك شهدنا في سنة 2009 ما يمكن نسميه جريمة سياسية في المغرب. السي العمراني، السي العمراني في اتجاه السي العمراني. نعم. دابا انتم كتذكرونا بالتاريخ، دابا 2009 دازت 2010 2011 دابا غادي ندخلوا 2015 السي العمراني،
واش غادي نبقاو نعيشوا على التاريخ؟ دابا الحزب هذا اللي كتكلموا عليه لا. يعني راه دخل الانتخابات التشريعيه وراه مشارك حتى هو دابا في المعارضه ويعني وكاين انتخابات مقبله وهذا الشيء راه ما منعكمش انتم حزب العداله والتنميه باش تفوزوا بالاغلبيه في الانتخابات الاخيره التشريعيه وتدخلوا للحكومه وترأسوها. اذا فين هو المشكله السي العمراني؟ الحمد لله أن سنة 2011 عندما أتى الربيع العربي سأل أطروحة التحكم التي كان يرمز لها بقوة هذا الحزب الذي نتحدث عنه. طبعا أتت انتخابات تشرين 2011 وكان المغاربة صوتهم الذي كان الذي على ولم يعلى عليه وهو أن يبوع العدالة والتنمية صدارة المشهد الانتخابي. مزيان، شنو هو المشكل دابا؟ عندما تسألون عن التاريخ، دابا التاريخ داز، دابا التاريخ داز، انتم عايشين على التاريخ السي العمراني. لا لا هذا ماشي لا، التاريخ تاريخا، عندما نكون امام تاريخ انتهى وبدا مسار جديد نقول عفى الله عما سلف، لكن اليوم نحن امام مسار قديم جديد متجدد. هذا الحزب الذي نشا وهو يشكو من اعاقه النشاه ما زال لم يقم بمراجعه حقيقيه في العمق لكي يقول للمغاربة في طار من المصارحة ومن النقد الذاتي، لقد بنيت مشروعي الأصلي وأطروحتي على كذا وكذا وكذا، أنا اليوم سوف يعني أشهد ولادة جديدة ومراجعة في العمق الأخير. هذا لم يقع في تاريخ الحزب، فالشاهد والدال والواضح أن هذا الحزب مستمر في أطروحته السابقة. مثلا السي العمراني، السي العمراني تحكم، السي العمراني الله يخليك، باش الناس المتفرجين يفهمونا مزيان، شنو كتعيبوا بالضبط او لا شنو الملاحظات ديالكم اللي كتخلق لكم مشكل في هذا الحزب حاليا؟ هذا الحزب هو قديم وجديد، لان كما قلت قبل قليل مشروعه الذي انطلق به من اول يوم لا زال هو نفس المشروع الى اليوم، لم يتغير منه شيء، تغير بعض مؤسسي تغيرت مواقعهم، لكن الفكره ديال الحزب ما تزال قائمه. وهناك إشارات عرفها المغاربة تفيد أن هناك أشخاص في هذا الحزب يقومون بعملية التحكم في المشهد الحزبي كما كان في السابق. للأسف هذا الأمر ما زال مستمرا رغم أننا في عهد دستوري جديد وفي لحظة سياسية جديدة يعني معالمها بارزة للعيان. للأسف الشديد هذا الحزب ما زال يتصرف بنفس المنطق. سي سليمان العمراني، جوج ديال الاسئله سي سليمان العمراني. نعم. جوج ديال الاسئله اللي غادي تدخل من بعدك السي حكيم بن شماس القيادي ديال حزب الاسره المعاصره. السؤال الاول، علاش ما ديروش الثقه في المواطنين اللي غادي يمكن غادي يشاركوا في الانتخابات المقبله، هما اللي غادي يقولوا الكلمه ديالهم؟ واش كيديروا الثقه في هذا حزب الاسره المعاصره اللي انتم كتعيبوا عليه كاع هذا الشيء اللي كتقولوا، او لا يعملها مثلا في العداله والتنميه ولا شي حزب اخر؟ يعني علاش ما ديروش الثقه مثلا في المواطنين؟ طيب ثقتنا في المواطنين ما تزال قائمه، يعني كونه ان نستفيد ان نمارس حقنا في التدافع مع حزب سياسي قائم، هذا حقنا المشروع والقانون لا يمكن ان يصدر من يعني بالنسبه الينا، لكن وهذا لا يتعارض مع كون المواطن في النهايه هو الذي يملك من السلطه ومن الحق في استحقاق انتخابيه ان يقول كلمته في هذا الحزب او في ذاك، وهذا سوف ياتي بعد سنه ان شاء الله. ولكن نحن الحزب اليوم عندنا حقنا ان نمارس هذا الحق في ان نسائل وان ننتقد وان نذكر المغاربه بمسار للاسف ما يزال متواصلا. واخا، سؤال اخر، واش كتشوفوا عادي السي سليمان العمراني؟ كنت ذكرتم نائب الامين العام ديال حزب العداله والتنميه، واش كتشوفوا عادي ان رئيس حكومه ديال الدوله اللي كتحترم نفسها انه يطالب واحد الحزب باش يحل نفسه؟ واش هذا الشيء عادي؟ واش هذا الشيء مثلا كتشوفوا في ديمقراطيات اخرى؟ هذا الذي خطب به الأستاذ عبد الله بن كيران كان في لقاء حزبي وحضر فيه بصفته الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، لم يتحدث بصفته الحكومية، وهذه الصفة هي لها دلالتها وهي محددة. وقال مرة أخرى لكي أذكر وأوضح، قال لا يمكن يعني نحن ننادي بأن يحل هذا الحزب نفسه بنفسه لانه من دون ذلك ليس هناك الا الحل القضائي. فهذا موقف عبر عنه الامين العام للعداله والتنميه وليس بصفته راي الحكوميه، لانه لا يصح ان يعبر عن رئيس الحكومه عن هذا الموقف. وبطبيعه الحال لا يمكن ان نصادر حق الامين العام للعداله والتنميه ان يعبر عن موقف الحزب العداله والتنميه ورغم انه رئيس الحكومه، لانه الذين ينادون اليوم
بأن يلزم رئيس الحكومة الصمت ويتصرف كرئيس حكومة فقط، هذه مصادرة على المطلوب كما يقال. نحن رئيس الحكومة هو أمين العام للعدالة والتنمية، وكانت هذه إرادة ديال المؤتمر الوطني الأخير سنة 2012 أن نجدد الثقة في الأخ الأستاذ عبد الله الكيران، لأنه رئيس الحكومة، وطبعا عندما يحضر لقاء حزبية يتصرف بهذه. ولكن هذا الشيء كيخلق خلط، اتفقوا معي السي العمراني، كتفقوا معي يمكن السي العمراني بينما هذا الشيء كيخلق خلط. دابا حنا كنبنيو ديمقراطية في المغرب ياك، حنا ما كنقولوش حنا دولة مثالية في الديمقراطية، كنبنيو شوية بشوية. واش كتشوفوا يعني صحي هذه الوضعية ديال الازدواجية الصفة ديال السي بن كيران في نفس الوقت رئيس حكومة وفي نفس الوقت أمين العام، وهذا الشيء اللي كيخلق لنا خلط؟ واش مثلا ما تشوفوش بأنه من الأحسن أنه يفوض الأمانة العامة شي شخصية وتبارك الله عليكم أنتم راكم كاينين يعني كفاءات في حزب العدالة والتنمية، ويتفرغ هو السي بن كيران لرئاسة الحكومة؟ شنو المشكل؟ في وضع الديمقراطيات هنا نشهد رؤساء حكومتهم رؤساء احزاب سياسيه. لا لا قليل، لا اظن السي، اعطيني مثال. يلا اعطيني مثال السي العمر. لا اظن، ولكن الا عندك شي مثال اعطيني، انا مستعد نسمعك. لا هناك كثير في ديمقراطيه عديده رؤساء احزاب هم لا اظن، لا اظن انا غير انت الخير من اوروبا ما كاينينش، ولكن معليش يلا ندوزو. ها مثلا غير بلجيكا رئيس الحكومه رئيس حزب. المهم شوف، تفضل. الأمين العام للعدالة والتنمية هو رئيس الحزب، وبمقتضى قانون الحزب فهو الناطق الرسمي، من حقه أن يعبر عن موقف الحزب، وهذا لا يتعارض مع حق باقي أعضاء القيادة أن يعبر عن موقف، هذا يقع بطبيعة الحال. لكن أن نصادر حق رئيس الحزب اللي هو الأمين العام من هذا الحق ونحصره في قطع أعضاء الحزب وقيادته، فهذا طيب. هذا نقاش آخر، نقاش آخر، هذا نقاش آخر. سؤال أخير السي العمراني، انتم مثلا دابا شنين واحد الهجمه اعلاميه ضد حزب الاصاله والمعاصره. انا يعني سمعت الاجوبه ديالك ولكن ما قنعتنيش، زعما باش نكون معك صريح، علاش هاد يعني الهجمه فجاه ضد الاصاله والمعاصره؟ ولكن يعني هذا حق حزب العداله والتنميه، انا ما كنناقشوش، غير هذه شي وقيته كانت انتقادات يعني خطيره اللهجه، يعني اكثر من اللي كتوجهها دابا الاصاله والمعاصره، وجهها السي عبد الاله بن كيران والحزب ديالكم الحزب الاحرار، وبين عشية واضحة تحالفتوا معهم ودابا صبحوا معكم في الحكومة. واش نقدروا نعتبروا بأنما هذا الشيء كامل الضجة اللي قايمينها ضد الأسرة المعاصرة يمكن غدا علاش لا تحالفوا مع الأسرة المعاصرة في شي حكومة جديدة؟ يجب أن أؤكد مرة أخرى أن تعبيرنا اليوم عن مواقفنا تجاه هذا الحزب، لأنه ما لم يتغير هذا الحزب لن نسكت نحن ونعبر عن مواقفنا، سنستمر. هذا الأمر أول. أمر ثاني، يجب أن نقارن ما يقارن. لا يمكن أن نقارن حزب التجمع الوطني الحرار مع حزب الأصالة المعاصرة. كان عندنا خلاف مع حزب التجمع الوطني الحرار قبل انتخابات 2011، وهذا الخلاف طبيعي في المشهد الحزبي في أي بلد، لكن لم يصل على مستوى يعني البعد الخلافي صح التعبير إلى درجة ما نحن ننتقده اليوم على الأصالة المعاصرة، لأنه هذا حزب التجمع الوطني الحرار هذا حزب وطني، يعني ماشي حزب ديال الدولة ياك، ماشي حزب ديال الدولة، رغم الخلافات ماشي حزب ديال الدولة في بعض الأطروحات والمقاربات. لكن مرة أخرى، حزب الأصالة المعاصرة فريد على مستوى الانطلاقة وعلى مستوى الأطروحة السياسية التي انطلق بها أول يوم. في ذلك هناك فارق شاسع جدا بيننا وبين هذا، بين الأصالة المعاصرة وبين حزب التجمع الوطني الأحرار. شكرا السي سليمان العمراني، كنتذكر بان انتم نائب الامين العام لحزب العداله والتنميه، شكرا للمداخله ديالكم استاذ. مرحبا. شكرا شكرا.